وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، ربنا اجعلنا من خير أحبابك، واجعلنا على الهدى والتقى وحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم. أما بعد، بعجالة أقول ما عهدت في أمر العرب والمسلمين من فطرته، هو أن قبلتهم نساءهم، وهذا الذي كان أسباب التخلف الذي تعاني منه العرب والعجم الذين يدعون الإسلام. مثل ما مثال عربي، ما أمر العذراء ولا ما دخل العذراء في نوى القوم، في أمور القوم. تعال لحد الآن نهار كل سنوات وعقود وربما قرون، ولولو كيفاش يكونوا المراكي الراجل، يا ناس راهو ماهوش ممكن لا طبيا ولا بيولوجيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا. يعني اعطيني حتى كي مرة تحمل، هل الراجل يقدر يحمل هي في الجهاد ملا تحمل حمل يكون خفيف وما يكون ثقيل؟ نرجع لما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، من شر الحالات التي تمر بهذه الأمة أن يكون من الرجال قبلتهن النساء، وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذن احنا قادمين على الانتخابات، راجعوا روحكم، خليوا الراجل راجل والمرأة امرأة، وخليوا قائد السفينة يكون قائد، لا قائد عموما وعلاقه تاريخ الحروب وحتى تاريخ جوائز نوبل. أعطيني النسبة المئوية للنساء، لأنه صراحة حتى عنده طاقة، وربي عوض قلة الطاقة الفكرية عند المرأة بالخبث، بالبكاء، بالكذب، بالإغراء، وهذا ما جرى. لهذا لازم تفهموا المرأة في عدة ظروف وعدة عائلات، مش هي ترجع للكلمة الأخيرة في الانتخابات. لابد الرجل يرجع للرجل، وهذا الحوت الحقيقية، لا القوة الذراع وقوة كسر العظام ولي الأذرع، لا قوة الدين، قوة العقل، قوة الأخلاق. وقتها كانوا أهلين باش تعيشوا الانتخابات على أحسن حال، والسلام على من اتبع الهدى.